عملت ايه في الجيم يا اسطى؟ ايه اخبار الجيم كده؟ بتلعب ولا بتروح تهزر كده مع الكابتن ولا بتعمل ايه؟ الحمد لله تمام يا عم، بروح اهو مستمر ان شاء الله، وان شاء الله اعمل حاجه حلوه ان شاء الله. طب بص، انا هجيب ميه واجي، مش عطشان قوي الصراحه، بحب بعد التمرين ابقى عطشان قوي. طب عاش والله يا صاحبي، يعني على كده بقى انت تبقى نجم النجوم، والله عاش بجد. بس في بس معلومة، يعني معلومة كده صغيرة، انت لما بتيجي بتشرب كده عادي كده يعني مرة واحدة ولا ايه نظامك؟ ايه يا عم، حتى كمان يا عم المايه تبص لي فيها يا عم، سيبني اشرب يا عم، اشرب عادي. يبقى تلاقي الكابتن اللي انت حبيبي بتتدرب عنده ده اصلا فيستيك. اقول لك ليه؟ لان انت اصلا لما بتيجي بتشرب ميه لازم تشربها 3 في 10. ايه يعني؟ لو انت مثلا ماسك كوبايات اللي هي الالومنيا اللي انت زي ماسكها دي بتبقى 3 في 10، كوبايات الازاز دي بقى بتبقى 4 في 10. ايه؟ تمشي ايه؟ ايه يا عم 3 في 10 ده عاملها ازاي؟ يا عم الشارب يا عم الشارب. بقول لك يا صاحبي، ايه يا اسطى؟ هو انت رايح الجيم النهارده؟ النهارده اه، ليه في حاجه؟ ما اعرفش، حسيت كده ان انا مخنوق قاعد في البيت وحداني، فقلت عايز اجي حصه كده معاك يعني لو ينفع. حصه ايه؟ مش فاهمه تعمل ايه يعني؟ يعني نفسي اشوف اللي هي البنادل والحاجات كده اللي هي بتتشال بنادل دي. ايه يا ابني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت الكلام يا ازاي عم؟ عايز تيجي الجيم واضح وانت ان ما انت لسه تعرفش؟ جديد، وانا حاسس ان انت لسه جديد لا اصلا يا في عم، الجيم. مشترك حوالي من 3 ايام كده. طب هو يعني لسه جديد يعني؟ لا يا عم بس صعب ازاي ما تعرفش البنادل والراب اللي هو الراب ده يا ابني، ده صباغ يا دي الراب ده مش اسمه باين؟ في ايه يا ابني؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي تعمل ايه بقى؟ انت جاي تهزر بقى؟ لا انت عم، انت جاي لا تهزر يعني؟ بقول لك يا كابتن، هو انا نعم. خلاص اللي هي الحته اللي في الكتف اللي هي دي، اللي هي الحته دي في الكتف يا حبيبي ما بتتلعبش كده يا حبيبي. بص يا حبيبي، تتلعب تلعب كده ايه؟ بقى تلعب تلعب ازاي؟ كده، ولازم يكون حد جنبك بيقولك عاش، فلو ما قالكش عاش كده انت ممكن تموت فيها يعني، لو حصل لك حاجه لا انا تتعمل بلعبها شويه. كده عادي. لا ايه ده، انت بتقول استنى ايه انا كده؟ لا كده ايه عادي، لا قصدي اما انا عشان كده تلعب للاسف. بتطلع عضلات هنا، وممكن تطلع عضله من هنا كده، تطلع لك كده معرفش ازاي، بس هي بتطلع ما انا تطلع كده للاسف كده بقى عشان كده عضلات عايز حلوه اعتزل، جدا. عشان كده عايز اعتزل. بص انا طب امال ككابتن، ايه؟ طب ماشي، طب انا الجايه هتتلعب ازاي؟ التمرينة الجاية بتلعب كده. لو تحط ايدك لازم تحط ايدك كده وتقعد ايوه تعمل صح، كده، بس هلعب التمرينه دي كل تقعد يوم. تعمل كده. انا ككابتن عايز اعتزل من الشغلانه. في ناس بتخليني انا اعتزل ليه؟ طب يا عم ما انا تقولش مش من قادر. العربية. في ناس بت يعني انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ معرفش. بس كده خلاص الفيديو خلص. اشتركوا لايك الفيديو، تقدروا تعملوا اشتركوا لايك القناة وشير والشير ده مهم جدا. وسبسكرايب لو انت جديد في القناة. ابي فيديو راجعين بالاقوى، بس ده كده حاجة صغيرة، ان شاء الله اللي جاي احلى. كان معكم، كان استنى يا عم انا بقولها، تخلص كان معكم ايه بي فيديو. سلام.